المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج اختار طريقك. كل واحد فينا عنده حلم، كل واحد فينا عنده هدف، كل واحد فينا بيسعى إزاي يحقق حلمه ويحقق هدفه. النهاردة معانا نموذج مشرف، وهنتكلم عن موضوع مهم جدا. احنا دايما بنتكلم عن النماذج المشرفة، علشان كده النهاردة معانا نموذج مشرف في المشاريع الأونلاين في مصر. هنتكلم عن زوج وزوجة، زوج مصري وزوجة سورية، قصة نجاح كبير حققها الزوج المصري والزوجة السورية. قدروا يفتحوا مشروع على السوشيال ميديا وحقق نجاح كبير. علشان كده النهاردة معانا واحد من اللي شغالين مع أصحاب المشروع ده، الشيف أيهم مازن. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا بيك يا شيف. عرفنا بنفسك وعرف المشاهدين بيك أكتر. تمام، أنا اسمي الشيف أيام مازن السوري. تمام. أنا بدأت أشتغل مع أستاذ محمد بصفحة كنوز الشام. كنوز الشام، صفحة كنوز الشام، تمام. تمام، كيف إزاي؟ الفكرة جت إزاي ومن صاحبها؟ الفكرة إجت من خلاله. تمام. تمام، وعرض علي نشتغل. هو كان بيشتغل بالصفحة هو وزوجته، وعرض علي نشتغل معه بالصفحة. طيب يا ريت حضرتك تعرف اكتر المشاهدين عن الاستاذ محمد عبد العزيز. مين هو الاستاذ محمد عبد العزيز؟ مؤسس صفحة كنوز الشام. تمام، أستاذ محمد عبد العزيز مؤسس صفحة كنوز الشام، تمام. هو مصري متزوج من دم سورية. سوريا، تمام. تمام، وبدأت معهم الفكرة إن يشتغلوا بالأكل السوري تمام. عن طريق المنازل، طريق تمام. البيوت، ويوصلوا للناس من البيت، وعم أسسوا الصفحة كنوز الشام. طيب هي الصفحة دي بدأت من إمتى؟ بدأت من 5 سنين. 5 سنوات، تمام. طيب هل المشروع ده فتح باب رزق لناس كتير؟ أكيد طبعا، فتح باب رزق ناس كتير. إحنا بنمس شيفات سوريين معنا، إحنا تمام. معنا ناس يعني مصريين. حضرتك سوري وموجود برضو معاهم. حضرتك منين بقى؟ أنا فرع ايه؟ من اسكندرية. يعني في اكتر من فرع معانا، صح؟ أكيد طبعا، معنا اسكندرية ومعنا من القاهرة. طيب يعني احنا نقول لكل المشاهدين انه اي حد حابب يتواصل مع صفحة كنوز الشام، الارقام موجودة امام حضراتكم على الشاشة، والتواصل عبر الواتساب والتواصل عبر الصفحة كنوز الشام بالعربي. تمام. بما ان بقى حضرتك شيف سوري، ايه اشهر الاكلات السورية بقى اللي عليها طلب في الصفحة؟ يعني احنا بنشتغل مثلا بالكبيبة اللبنية، كوبيبة لبنية، كوبيبة، كبة لبنية، كبة لبنية، كبة تمام. لبنية، كبة لبنية، اللي هي تمام معروف هنا بمصر اسمها كوبيبة، تمام بس هي باللبن. عندنا احنا مشتهرين اكتر باكلات اللبن. طيب انت كشيف سوري وموجود معانا في مصر، شايف المشاريع الاونلاين في مصر كويسة، ماشية كويس؟ اكيد طبعا، ناجحة كتير، واحنا نموذج منها. تمام. الأستاذ محمد عبد العزيز أسس كل الشكر والتقدير للأستاذ محمد عبد العزيز وزوجته على دعمهم المستمر وعلى الصفحة الجميلة اللي بجد كل ما بنخش كده نشوف عروض جميلة جدا يا جماعة، بنشوف عرض المجرم. أكيد كلمنا طبعا. بقى عن عرض المجرم. عرض المجرم هذا عرض كيلو كباب تمام. أو كيلو كفتة، معهم هدية ربع كباب وربع كفتة، ومعهم رز وسلطات. يعني معاه ربع وربع هدية كمان. هدية فول. أي تمام طبعا. يا بلاش. لا، والطعم شيء تاني. احنا قلنا ان في اكتر من فرع، في فروع في القاهرة وفي اسكندرية وفين تاني؟ بس في القاهرة واسكندرية، تمام. يعني القاهرة بأنحائها. تمام، وفي باسكندرية. طيب ايه النصيحة اللي حضرتك كشيف سوري حابب تقدمها لكل الشيفات او لكل مشاهدينا؟ تمام، أنا بحب أنصحهم من خلالك إنه كل واحد أو شيف عنده طموح أو عنده حلم لازم يحققه ويسعى وراه، تمام. ورح يلاقي الفرصة أكيد. الطموح يا جماعة والعزيمة والنجاح، لازم تسعى ورا حلمك عشان تحقق حلمك، لازم تسعى عشان تنجح عشان تحقق طموحك. زي ما الأستاذ محمد عبد العزيز احنا ناخده نموذج مشرف لينا بجد. انا دخلت على البيج على الفيسبوك، شغل جميل جدا وفي اوردرات، واراء الناس برضو هنعرضها امام حضراتكم على الشاشة، اراء الناس، وهنعرض الصفحة برضو. ما شاء الله الناس كلها بتشكر في الصفحة وفي التعامل، وقد ايه الاوردر بيكون حريص، يعني ادارة الصفحة بتكون حريصة قد ايه، ادارة الصفحة بتكون حريصة على انها توصل الاوردر وبتتابع. الميزة لما دخلت على البيج بتاعتكم لقيت انه الصفحة او اللي مسؤول عن الصفحة بيتابع، هو اللي بيطلب رقم العميل
وبيتابع معاه من الاول، من اول ما يقول له انا موجود يا فندم ويطلب الاوردر ويحجز الاوردر بتاعه لحد ما يطمن ان الاوردر وصل. فانا شفت ده في الصفحه. فبشكر استاذ محمد عبد العزيز وزوجته، وبشكر كل القائمين على صفحه كنوز الشام. تمام، تحب تشكر مين بقى؟ أشكر الأستاذ محمد عبد العزيز أكيد طبعا، بوجه له أكبر الشكر والتقدير، تمام ويعني بتشكره على الفرصة اللي أعطاني إياها يعني تمام أكيد، وإنه وقف وفتح لي باب رزق إلي ولكتير من الشيفات يعني والناس مصريين كتير. نستغل بقى الحلقة وأسأل حضرتك بقى عن علاقة السوريين بالمصريين بقى. طبعا هي علاقة كتير منيحة يعني كتير حلوة، وإحنا بلد واحد أكيد وشعبين تمام واحد، ومن وقت ما اجينا على مصر يعني الشعب المصري استقبلنا استقبال كتير منيح، وهذا دليل ان احنا فتحنا مشاريع هون كتير سوريين وهن حبوا اكلنا واحنا حبيناهم. تمام كلمنا عن مطعم كنوز الشام، والمطعم ده مخصص في ايه بالظبط؟ تمام، احنا تم افتتاح مطعم نعيد السؤال تاني. ماشي. كلمنا عن مطعم كنوز الشام، والمطعم ده مخصص في ايه؟ تمام، كنوز الشام، مطعم كنوز الشام مخصص بطلبات المصانع وشركات كبيرة يعني بأوردرات بأحجام كبيرة، تمام، متخصص كمان بالأكل تبعنا السوري. يعني أي حد بيسمعنا دلوقتي يا جماعة من أصحاب الشركات والمصانع، أي حد حابب يطلب أوردرات يكلمنا، برضو الأرقام موجودة أمام حضراتكم على الشاشة، وصفحة التواصل برضو كنوز الشام موجودة، أي حد هيكتب في سيرش كنوز الشام هتظهر له على طول الصفحة. فمع حضرتك. تمام، احنا متخصصين بأكل سوري والأكل والمشاوي. تمام. طبعا كنوز الشام أصبح براند كبير قوي بيتحاكى بيه في كل مكان على السوشيال ميديا، وانا شخصيا تابعت البيدج ده، تابعت انا شخصيا دخلت على البيدج برضو من خلال انتشار البراند كنوز الشام. فكلمنا اكتر عن كنوز الشام. تمام، فكرة كنوز الشام بدأت من 5 سنين تمام عن طريق أستاذ محمد عبد العزيز وزوجته، تمام وبنتكلم فيها عن الصفحة اسمها كنوز الشام على السوشيال ميديا، وبنقدم أكل سوري. تمام تمام، وبنفس الوقت برضه بنقدم أكل مصري على حسب يعني أكل رغبتهم سوري ومصري برضه. تمام بالضبط. إي، وإحنا كلنا شيفات سوريين. تمام، وأنا تمام واحد منهم، وبنفس الوقت كمان معنا عمالة مصرية من نفس التخصصات مصريين، تمام يعني فتح المجال للسوريين والمصريين. تمام تمام، وفتح صفحة اسمها كنوز الشام، بيتم من خلالها الأوردرات والتعامل من العميل من خلالها. تمام الخامات والماتيريال. تمام، احنا بنستخدم خامات كلها يعني خامات عالية تمام وجودتها منيحة والماتيريال بتاعتها منيحة. أهم شيء احنا إنه عندنا نستخدم خامات تقيلة بشان العميل يستخدم يعني يشوف الخامات اللي احنا بنستخدمها. تمام عاوزين نأكد إن كل الشيفات اللي موجودة هل هي سورية فقط ولا سورية ومصريين؟ لا لا، كل الشيفات الموجودين كلهم سوريين، سوريين. كلهم تمام سوريين وكلهم على مستوى عالي يعني وكلهم تمام ما شاء خبرة. الله ما شاء الله. تمام، ومعنا طبعا ناس تانية مصريين بغير مجال. تمام ما شاء الله. طيب تنصح العملاء اللي بيتابعونا دلوقتي واللي شايفين الحلقة دلوقتي بإيه؟ بنصحهم يفوتوا على صفحة كنوز الشام وعايزين برضو هدايا من خلال الحلقة برضو للمشاهدين. أكيد طبعا، في الصفحة عرض اسمه عرض المجرم، تمام يفوتوا عليه ويشوفوا العروض ويشوفوا الأكلات تبع اللي هو في الأكل ربع او ربع ده. أكيد طبعا. إيه، تمام ويشوفوا يفوتوا على الصفحة ويشوفوا كل صور الأكل اللي عندنا موجودين على الصفحة تمام ويتابعونا من خلال الصفحة. تمام طب انا بنصح كل اللي بيتابعونا يدخلوا على براند كنوز الشام ويعملوا لايك للصفحة، ويتواصلوا معانا على الأرقام اللي موجودة معاكم على الشاشة. كلمنا بقى يا شيف عن الخامات والماتيريال بتاع كنوز الشام. تمام، احنا في كنوز الشام بنستعمل خامات كلها خامات منيحة، وبالنسبة للحوم بنستعمل لحوم بلدي، تمام وأهم شيء بنحب نأكل بنوضح للمشاهدين اللحوم بلدي يا جماعة. أكيد طبعا. تمام وأهم شيء نحن نقدم منتج للعميل يكون منتج منيح وراقي ويليق باسم صفحة كنوز الشام. تمام ما شاء الله، ربنا يوفقك يا رب، ومن نجاح لنجاح دايما. وانا بشكر استاذ محمد عبد العزيز وزوجته، وبشكر كل اللي بيدعموا براند كنوز الشام.
وانا بحب اشكره من خلالك طبعا اكيد استاذ محمد عبد العزيز، نقول من الأول. واقدم له تمام. وأنا برضو بأيد كلامك، وحابب أشكر أستاذ محمد عبد العزيز على البراند الجميل ده كنوز الشام، وزي ما بقول دايما وبنصح المشاهدين يتابعوا البيدج ويتابعوا الأرقام اللي موجودة على الشاشة ويتواصلوا مع أستاذ محمد عبد العزيز، هيرد عليكم مباشرة وهي إن شاء الله هينفذ الأوردرات، والأوردرات كلها هتنفذ يا جماعة بإذن الله. تمام، وأنا من خلالك بحب أشكر الأستاذ محمد عبد العزيز من خلالك. طيب شيف أيهم مازن، تمام إيه وجه الاختلاف بين الأكل المصري والأكل السوري؟ تمام هو في اختلاف بين الأكل المصري والأكل السوري أكيد طبعا، وكل بلد بتتميز بنكهة الأكل تبعها طبعا والبهارات مختلفة أكيد. تمام وفي يعني أكلات سورية بتشبه هي الأكلات المصرية، يعني تمام في مثلا الكشري المصري طبعا، هذا الأكلة هي كتير مشهورة بمصر وكتير شعبية وكتير في ناس كتير بتحبها، تمام واحنا طبعا كسوريين بنحبها لأنه تمام هي بتشابه أكلة عنا كمان بسوريا مشهورة كتير ما كمان شاء الله. بنفس الفئة، فئة شعبية يعني اسمها مجدرة، بنفس المكونات واختلاف في شغلات بسيطة يعني. تمام. طيب طيب أنا شفت على صفحة أكتر الأوردرات المشويات، إيه السبب؟ تمام، انا مثل ما قلت لك طبعا احنا أكيد بنتميز في لغز في الموضوع ده. اكيد طبعا قلت لك مثل ما قلت لك احنا بنتميز بالكواليتي تبعنا والخامات تبعتنا واللحمه تبعنا بتكون بلدي، تمام وغير هيك انه قلت لك كمان انه في نكهات بتكون مختلفه احيانا، يعني اكلت مشاوي مصريه مثلا ما شاء واكلت الله مشاوي سوريه رح تمام تحس في اختلاف، حتى مثلا اللحمه نفسها هي هي بس هي طبعا في تتبيله مختلفه، في تمام بهارات مختلفه، وطبعا هذا نحن اللي عاملينه يعني بالشغل تبعنا والصفحه تبعنا ان احنا عاملين مميزات بالاكل تبعنا، يعني بهارات مختلفه والطعم مختلف. تمام طيب قبل الختام بقى عاوز اعرف، هل استاذ محمد عبد العزيز فاتح فرصة لكل الشباب انه يكون من فريق العمل كنوز الشام؟ أكيد طبعا أستاذ محمد عبد العزيز فاتح الفرصة لكثير من الشباب اللي عندهم طموح وحابين إنهم يشتركوا معنا يعني احنا بنقول بالصفحة. لكل الشباب اللي بيشاهدنا دلوقتي برضو، اي حد يا جماعة من الشفات حابب يتواصل برضو، الرقم موجود امام حضراتكم على الشاشة، يتواصل مع استاذ محمد عبد العزيز او من خلال صفحة كنوز الشام. احنا فاتحين الفرصة للشباب كتير انها تفوت معنا بالصفحة أستاذ محمد عبد العزيز كنوز الشام. وطبعا بالمجال للشيفات مثل ما قلت لك نحن شيفات سوريين، فلو في شيفات سوريين حابين ينضموا معنا بنعمل لهم انترفيو، بنقدموا السي في تبعهم طبعا المسؤول عن المشروع أستاذ محمد عبد العزيز، ونشوف يعني بنعمل لهم اختبارات ونشوفهم، وبنفس الوقت كمان في مجالات تانية مثل ما قلت لك المبيعات الدليفري كده بيكونوا مصريين. تمام تمام، وبرضه كمان أي حدا بيحابب إن هو ينضم معنا بيحكي مع الأستاذ محمد عبد العزيز وبيقدم تمام من معه. خلال الأرقام اللي موجودة على الشاشة. تمام تمام بشكر حضرتك جدا جدا شيف أيهم مازن، الشيف السوري الجميل اللي نورتنا النهاردة، الله ينورك، وبشكر الأستاذ محمد عبد العزيز وزوجته، وبشكر كل القائمين وكل فريق عمل براند كنوز الشام، وإن شاء الله يكون في حلقات قادمة بإذن الله نتكلم فيها أكتر، ونتكلم فيها أكتر عن كنوز الشام وكل جديد وكل ما هو كل ما هو جديد في كنوز الشام بإذن الله. قبل الختام حابب أتقدم بخالص الشكر والتقدير لحضرتك، شكرا لك. وأتقدم طبعا بخالص شكر لصديقي العزيز أستاذ إبراهيم الدسوقي. الحمد لله على التمام والكمال، وصلاة وسلاما على النبي محمدا والآل، وما أنا به إلا أن أقدم لكم أرق وأطيب أمنياتي من أسرة المذيعين محمد الملكي. إلى اللقاء.
انا منى صلاح، محاسب من الشرقيه، فاتحه بيوتي سنتر. طبعا عندنا عروضات جامده جدا بمناسبه دخول العيد، وبروتينات ميك اب، وبمناسبه الافتتاح المحل الجديد هعمل لكم تخفيضات جامده جدا، وبمناسبه العرايس برضو فساتين ميك اب كله تخفيضات رائعه. طبعا هتلاقي في بيوتي سنتر موني كل العروضات اللي انت تتخيليها، وبمناسبه دخول رمضان المناسبه اللي انا هعمل تخفيضات جامده جدا بمناسبه للعرايس. عندنا حمام مغربي، دي هديه مني ليكم، وبتيكير ومونيكير برضو هديه مني ليكم. بروتين تخفيضات جامده جدا في البروتين، بيبدا من 800 لغايه 1000 جنيه 1000 ونص على حسب الشعر. ميك اب ارتست، كل اللي انتوا عايزينه هتلاقيه في بيوتي سنتر موني، وهديه مني ليكم، نص المبلغ عليا ونص المبلغ عليكم. ده مقر جديد، كان في محل تاني بس انا دلوقتي كبرت المحل ده على مستوى ميك اب وميك اب ارتست، بروتين، بتيكير ومونيكير، في ساتين، كل حاجه. لو عايزه تيجي المكان لازم تيجي، وهي مطمنه جدا، هتطلع احلى عروسه، ومع بيوتي سنتر موني هطلعها. عندنا كمان تنظيف بشره على مستوى، اكيد انا واثقه جدا لتنظيف البشره ديت في الخيال. عندنا صبغات اللون اللي انت عايزاه، وكمان بجيب ناس من بره بتعمل الصبغات على مستوى وقصات. شوف انت اللي عايزه ايه وانا هعمله لك. وكمان العنوان ما يتوهش، بيوتي سنتر موني، مدرسه، طريق المدرسه الثانويه، امام قصاد بنك التنميه. سنتر منى بيقدم لكم تجهيز عرايس، ميك اب، صبغات، تنظيف بشره لكل عروسه. اتمنى لكل عروسه تيجي هنا في سنتر منى، كل حاجه موجوده عندها، والمكان جميل جدا، وعلى الطريق العام جنب المدرسه الثانويه اولاد فقر الشرقيه. واتمنى لكل عروسه تيجي هنا عند سنتر منى، كل حاجه موجوده عندها وعروضها جميله جدا على العيد. ويا رب اتمنى لكل عروسه تطلع من سنتر منى وتشكر فيها، والف الف الف مبروك، واتمنى لك الخير يا اختي يا حبيبتي، ويا رب يا رب يا رب يسعدك في حياتك ويكملها ليكي على خير يا رب، واتمنى ليكي كل حاجه.